بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في جائزة كتارة لتلاوة القرآن في دورتها الرابعة وتحت شعار زينوا القرآن بأصواتكم هنا في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة وعلى شاشتكم شاشة تلفزيون قطر. نكون مع القرآن ونلتقي مع القرآن وعلى مائدة القرآن، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن في الدنيا وفي الآخرة. خير أنيس يستأنس به الإنسان في الدنيا القرآن الكريم، وخير أنيس يستأنس به في القبر القرآن الكريم، وخير أنيس يوم القيامة هذا القرآن الكريم. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا بركته. مشاهدي الكرام، أبتدئ هذه الحلقة بالترحيب باسمكم بأعضاء لجنة التحكيم، لجنة التحكيم، لجنة الأحكام التجويد، الشيخ أحمد المعصراوي، مرحبا بك. الشيخ عبد الرشيد صوفي، أهلا وسهلا. الله يحفظك حبيبي. الشيخ بلال بارودي، حياك الباري. الله يحييك. وأيضا باسمكم نرحب بأعضاء لجنة أحكام الأداء الصوتي، الأستاذ بهلول أبو عرقوب، والأستاذ محمد أمين مشالي، والأستاذ عاصم البني. نجتمع مع القرآن ونستمع لآيات الذكر الحكيم، ونبتدئ هذه الحلقة بسماع موعظة جميلة من شيخنا الشيخ عبد الرشيد صوفي في أجر سامع القرآن وأجر تالي القرآن. يعني هذه المائدة القرآنية كل من يجلس عليه هو يستفيد. لو تحدثنا عن هذه الفائدة الجميلة وكيف تنعكس على الإنسان في الدنيا. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. القرآن كله بركة، كله خير، تلاوته وكذلك تعلمه وتعليمه والاستماع إليه وحضور حلقاته كله بركة، لأن الله تعالى قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أقرب ما تكون إلى رحمة الله حين تكون مع القرآن، سواء تتلوه أو تستمع إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه المراحل كلها، تارة هو يقرأ فيستمع الصحابة ويتأخوا ويتلقون عنه، وتارة هو يستمع، لما قال في الحديث الصحيح لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. الله أكبر. قال فابتدأت سورة النساء حتى إذا وصلت إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن، يقول ابن مسعود رضي الله عنه، فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا المؤمن دائما في سماعه لكلام ربه جل جلاله، سواء كان يتلو أو كان يستمع، ولكل له مذاقه ولكل له فوائده، فلا ينبغي أن يحرم الإنسان من 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 أحوال القرآن. حتى الحافظ المتقن للقرآن قال أهل العلم ينبغي بعض المرات أن يقرأه من المصحف، لأن النظر إلى المصحف عبادة، وبعض المرات يقرأه عن ظهر الغيب ليتثبت أيضا في قراءته، تارة يقرأ مع الجماعة وتارة يقرأ لنفسه. طبعا وأفضل القراءات وأحسنها وأحبها إلى رب العالمين، يعني أفضل أوقات القراءة حينما يكون في جوف الليل قائما بين يدي الله ناصبا قدميه مطرقا سمعه وقلبه كله لله. سأل الله أن يجعلنا اللهم إن شاء الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا لك شيخنا الشيخ عبد الرشيد صوفي على هذه الإضاءة الجميلة. مشاهدينا الكرام، مع أول القارئ معنا في هذه الحلقة من موريتانيا، والقارئ أحمد إلياس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء إلى ربك المنتهى صدق الله العظيم. أحمد الياس من موريتانيا، شكرا لك على هذه التلاوة، ونستمع لملاحظات الشيخ أحمد المعصراوي. والله يا شيخ عبد الله أنت بتظلم. لا أنا ما نظلم، يعني حاولت تبعد عني الحاجات اللي تتعبني حتى نستفيد. الأخ أحمد إلياس الحقيقة يحتاج إلى أن يتعلم كثيرا. أولا حروفه في معظمها مفخمة، الحروف المستفلة المرققة، زي بيقول لك واسع المغفرة، ومثلا عنده مثلا في الحروف في عندما تنتهي الآية المفروض المد الطبيعي يكون حركتين، يرى موسى أخرى
يقول لك موسى يرى، كذلك بيمطط الحروف الطبيعية زي مثلا الأوفة مطها يغنها، المغفرة وقف ركن على المغفرة، كأنه بيزيد في الحروف وبيمطط في الحروف بصورة غير لائقة بالقراءة نفسها. فأنا شايف أنه هو يعني يحتاج إلى تعليم من ألف ألف ب مؤاخذة يعني. إذن نحن في انتظار تقييمكم بحول الله، تفضلوا بالتقييم. تقييم المتسابق أحمد الياس من موريتانيا ولجنة الأداء الصوتي، تقييمهم سيكون عن بعد، تم الانتهاء من تقييمهم في لجنة الأداء الصوتي وبقي لجنة أحكام التجويد. وهذه الفوائد التي يذكرها مشايخنا الكرام إنما هي من باب التعليم، حتى نتعلم كيف نقرأ القرآن فنؤجر، لا أن نقرأ القرآن فنأثم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن انتهى تصويت القارئ أحمد الياس من موريتانيا، لجنة الأداء الصوتي ولجنة أحكام التجويد. شيخ عبد الرشيد، إذا عندك تعقيب. لا والله ما في شيء تعليق، مولانا الذي الكلام الذي قاله محق، بس الذي ينبغي أن أشير إلى أن يعني إخواننا من أهل موريتانيا ولا حتى يعني من عموم البلاد زي الأخ اللي قرأ من تشاد أو اللي قرأ من الصومال أو كذا، كثير منهم يعني ينبغي أن يعرفوا أن الترتيل أنسب إليهم، القراءة المرتلة يعني في عرف يقال لها قراءة مجودة وقراءة مرتلة، وإن كان الكل أصلا هو التجويد، لكن القراءة المجودة كأن حناجرهم لم تخلق لها، سبحان الله، فيتكلفون. فيكون الأخ أحمد مثلا لماذا يعني صارت هذه الملاحظة اللي نبه عليها الدكتور الشيخ أحمد، جزاه الله خير، لأنه كثير من الأماكن كان فيه نوع من الزيادات والتمطيط، بغية أن يصل إلى ما ليس يعني لا أقول مؤهلا، لكن هو يعني ممكن يتدرب ويعني يتلقى في حمد. نعم هذا فقط يعني. شكرا. وإلا إن شاء الله لابد أن نقول أن هؤلاء الشباب جزاهم الله خير بإقبالهم على كتاب الله تعالى لله. ويكفيهم شرفا كونهم وصلوا إلى 100. نعم. هم 2004 متسابق. ما شاء الله. نعم. شاركوا. نعم. بارك الله. شكرا لك شيخ عبد الرشيد. أيضا مشاهدينا الكرام، نستمر في سماع كلام ربنا سبحانه وتعالى وننتقل من موريتانيا إلى الفلبين، والقارئ أحمد محمد نذير أصغر. أترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما ومن تاب معك ولا
وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ شكرا لقارئنا من الفلبين أحمد محمد نذير أصغر. شيخ عبد الرشيد صوفي، ملاحظاتك على التلاوة. والله عجيب، الفلبين أليس منها الفائز الأول؟ نعم، في آخر دورة. أي ما شاء الله، كان من الفلبين أيضا. هذا يذكرنا به، ما شاء الله، هذا يذكرنا به. سبحان الله، يعني قراءة موزونة والأحكام فيها أكثرها منضبطة. لما حاولت أن أكتب شيئا من الملاحظات، يعني التاء في ولولا كلمة سبقت الهمس الذي أشرنا إليه في بعض الحلقات السابقة لم تظهر في حقها كلمة فتمسكم النار، الغنة أيضا خفت هنا. في آية غالبا حتى الذي يقرأ قراءة مرتلة أو حدر أو بالحدر يصعب عليه أن يستكملها، وآية لا يعني الوقف فيها والابتداء صعب، وهي قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. مفروض أن تكون بنفس واحد، لأنك لو وقفت وما لكم من دون الله من أولياء ثم رجعت وما لكم من دون الله من أولياء، فهذا بدء أيضا ليس بطيب. هذا الذي فعله أخونا، ولكن هو معذور لأنها آية صعبة على كثير من إلا من صاحب نفس طويل، يعني مثل الشيخ عبد الباسط وغيرهم من أصحاب نفس طويل. ما عدا ذلك ما شاء الله قراءة أخينا بارك الله فيه قراءة طيبة جدا وممتازة إن شاء الله. إذن ننتظر منكم التقييم. طيب، لجنة أحكام التجويد. وأيضا ننتظر لجنة الأداء الصوتي للمتسابق في تحكيم المتسابق. شوف أحمد شوف محمد شوف نذير أصغر من الفلبين. شوف الصوت ما شاء الله. نعم، الصوت أعطوه أعلى الدرجات وإحنا نعطيه أعلى الدرجات. يستاهل ما شاء الله. القارئ أحمد أصغر محمد نذير أصغر من الفلبين. نحن في الانتظار، نحن في الانتظار. الله ما شاء الله.
إذا شكر لكم مشايخنا. الآن ننتقل إلى المتسابق الثالث معنا في هذه الحلقة من العراق، جلال يوسف حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. وما رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. صدق الله العظيم. شكرا لقارئنا من العراق جلال يوسف حسين. شيخ بلال البارودي، عندك الملاحظة. قراءته فيها شيء من الجلال، يعني فيها هيبة. قراءته فيها جلال ما شاء الله عليه. اسمه جلال. اسمه جلال ما شاء الله. ولكن يعني ما لا بد منه
القصص عنده الانفتاح الفتحات ليس يعني قال لا يعني يحقق الفتح بانفتاح حقيقي لا ما لا يعني كانه يستحي أن يخرجها كاملة. ثم القاف عنده خلق القاف ليست يعني القلقلة عنده ليست واضحة تماما. ثم في كي يعني عند في كبد كبد في مد في كبد وأدراك الراء عنده كذلك وما أدرى درى وما أدرى ما أدرى وقراره جميل يعني الآن أشعرنا بماذا يقرأ عندما كان يسأل ثم قال ألم نجعل ما شاء الله يعني كأنه دخل إلى سويداء القلب في قراءته فتح الله عليه. شكرا لك يا شيخ بلال. ونحن وفي ملاحظة نسيتها أنا يسكت أحيانا سكت يسرق سكته أيوة. وهذه كمان ليس أنا سأعود إلى هذه النقطة بعد التقييم إن شاء الله لك الشيخ بلال بإذن الباري. تقييم مشايخنا لجنة أحكام التجويد وأيضا لجنة الأداء الصوتي للمتسابق من العراق جلال يوسف حسين. لجنة الأداء الصوتي انتهوا من تقييمهم، بقي لجنة أحكام التجويد. تفضلوا مشايخنا على بركة الله. بقي معنا الشيخ عبد الرشيد، هو يراوح أظن. إذن تم، شكرا لك شيخ عبد الرشيد. شيخ بلال، نعود إلى النقطة التي ذكرتها قبل قليل ونحن نشاهدها ونستمع إليها مثلا في حلقات هذا البرنامج وأيضا خارج هذا البرنامج من بعض القراء الذي يسرق مثل هذه السكتات، وأيضا أنها هي عبارة كأنها جمالية في الآيات، وبالفعل كأن تشعر وكأن قطع الآية، قطع جمال الآية، فلماذا هذا التوجه وماذا تنصح القراء في هذه النقطة تحديدا؟ أولا ينبغي للقارئ أن يعلم أن القرآن بحد ذاته له حلاوة، لا يحتاج إلى محسنات ولا إلى محليات. أنت تحسن صوتك به، أنت تحسن قراءتك به، فلا يتذاكى القارئ عليه. الالتزام بالقواعد هي التي يعطيه بهاء القرآن، جمال القرآن، جلال القرآن. فعندما وصل قارئنا الجلال الآيات المتتابعة فقال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، سكت قليلا ولقد خلقنا الإنسان في كبد، أوصلها تماما. خلي الروح متماسكة. ربما أحيانا القراء المحترفين ينتهزون هذه الفرصة ليسرقوا نفسا وهذه شيء كذلك، يعني هذا اختلاس بالقانون يحاسب عليه، لأنه عليه أن القراءة لا يسكت، لأن هناك للرواة والقراء أحكام سكت، فلا ينبغي أن يدخل يلتبس عن الناس يدخل أيوة. رواية في رواية أخرى، فتح الله عليك هذا لا يصح. فتح الله عليك شيخ أحمد. هي كلام الشيخ جميل، هو القضية في السكتات اللي بنتكلم عنها دي مش سكتات، هي ركنة لأن السكتة بتحتاج إلى وقت زمني، هو بيركن على الحرف عشان ينتقل الحرف الآخر، ودي بتبقى عدم تمرس على أن يكون قراءته سلسة مرنة. الأمر الآخر أنه يعني نجدهاش دي في القراء الكبار أو المتمرسين على ذلك، وإنما في المقلدين يحتاج هذا الأمر من أبنائنا اللي بيقرأوا في مثل هذه المسابقات أن ينقلوا عمن يأخذوا عنهم من مشاهير القراء القراءة الصحيحة، القراءة الصحيحة، ويتركوا هذه الأمور التي تعيب قراءتهم. يعني هم بعضهم يأخذ يفعل هذا لأجل النفس، وده الواقع أنه بياخذ نفس عشان وبتبقى واضحة، فهذه الأمور تعيب القراءة زي ما الشيخ بيقول، يعني يجب أن يحاسب عليه قانونا، بس بأي قانون يا مولانا؟ بقانونك هم القصص موجود. شكرا لكم مشايخنا. مشاهدينا الكرام، لا نزال مع تلاوة القرآن ومع جمال القرآن، لكن إن أذنتم لنا بفاصل ثم نعود إليكم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في ميدان الأجر، من قرأ القرآن أجر ومن سمع القرآن
أجر، ومن تعلم القرآن أجر، ومن ردده أجر، ومن تدبره أجر. فأهلا بكم في ميدان الأجر. نستمع الآن إلى قراءة المتسابق الرابع في هذه الجائزة، جائزة كتارة لتلاوة القرآن، من المغرب القارئ حمزة منجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام،
لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. شكرا لقارئنا من المغرب حمزة على هذه التلاوة والملاحظات عن الشيخ أحمد المصراوي. تفضل شيخ أحمد. الأخ حمزة أدى أداء جيدا جدا كمان. ما شاء الله. نعم، وقرأ للورش من طريق الأزرق، لكن هو مد أبا أحد زيادة عن بقية المدود الحقيقة، وكانت مقدورة القلقلة كأن القاف ذات إلى شيء من الفتح، ما قادورة، بس ما عدا ذلك فليست هناك ملاحظات، بل قرأت وقراءة ممتازة. نعم، شكرا لكم. بقي التقييم إن شاء الله. إن أذنتم لنا بتقييم القارئ حمزة منجد من المغرب، وفي انتظار أيضا لجنة الأداء الصوتي في تقييمهم للقارئ حمزة من المغرب. لجنة الأداء الصوتي 40% ولجنة التجويد 60%. بقي معنا إذن تم الانتهاء من تقييم القارئ حمزة منجد. شيخ أحمد، كنا قد تكلمنا في لقاء سابق عن القراءات، وذكرنا أن القراءات في وصلت عند الإمام القارئ، فهذه تسمى قراءة. نعم، ثم بعد ذلك الآن ننتقل ما بعد القارئ وهم الرواة. حدثنا عن الرواة. أيوة، احنا تكلمنا عن القراءات. انت سألت عن القراءات. عاوز أقول الأول، قلت لك أن القراءة دي هي عبارة من الفعل قرأ، يقرأ قراءة وقرآنا، فهي مصدر، والقرآن مصدر من قراءة، والقراءة القراءات كقراءات هي جمع قراءة، والقراءة من قراءة لقراءة بيختلف اللفظ. عشان كده عاوز أبين أن المقصود بالقراءات اللي هي كلمت عنها قبل كده، اللي هي أن تندرج تحت الأحرف السبعة، كل قراءة تختلف عن قراءة أخرى، إلا أن القراءة الأخرى فيها من الثراء، ثراء المعنى في بعض القراءات يوضح المعنى الآخر في اللجنة. جميل. زي مثلا على سبيل المثال، ولا تقربون حتى يطهرن، دي قراءة حفص مثلا، شعبة اللي هو قرأ على عاصم الشيخ بتاعه يقرأ حتى يطهرن، هنا حفص قرأ على عاصم نفسه يطهرن، وشعبة نفسه قرأ على عاصم الطهر، وهو إمام واحد للاثنين معا. لكن هناك فرق، يطهرن لها معنى معروف اللي ينقطع الدم، يطهرن ينقطع الدم وتغتسل. جميل. ففي ثراء في المعنى ووضوح في المعنى وزيادة في المعنى. إذن عندنا الآن حتى نعود للنقطة شيخ أحمد، القراء هم الذين أخذوا تنسب لهم القراءات. نعم. جاء بعدهم الرواة الذين يرون عن الأئمة، أخذوا عنهم. جميل. القراء لو قلنا كما ذكرت عشرة القراء. نعم. كل قارئ كم راوي له شيخنا؟ راويان ها هو المعتمد. نعم. أي. نعم. ثم بعد ذلك ما بعدهم يأتي ما يسمى بالطريقة، بالطرق. لا احنا عاوزين، مش عاوزين يعني نصعب على الناس. لا هذه حتى تكون ملمومة يعني. القراءة هي ما تنسب إلى الإمام كنافع. ممتاز. وعاصم. جميل. يعني بأتكلم على المشهورين عند الناس، نافع وعاصم. ممتاز. لكن هناك ابن كثير وابن عامر وكل. جميل. لكن الراوي من أخذ عن الإمام. عن الإمام. أما من أخذ عن الراوي فيسمى طريق. جميل. هذا تبسيط الجميل حتى يضح عند الشيخ لما يذكر مثلا. صحيح. هذه فلان عن فلان بطريق كذا. صحيح. فيكون واضح. صحيح. شيخ عبد الرشيد. نعم. في تعقيب. لا، هو تكميل لكلام فضيلة الإمام. صحيح. الشيخ الله يبارك فيه، لتوضيح يعني الإخوة المشاهدين اللي ربما بعيدين عن هذا الميدان، أنه ربما وكثير ما يأتي السؤال يعني هل هؤلاء القراء العشرة نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر، هل هم من الصحابة، هل هم من التابعين، هل هم كذا؟ يأتي هذا السؤال كثيرا، وقد جاء للشيخ كذلك نفس الشيء. يعني المقصود أن نعلم أن هؤلاء القراء إنما نسبت إليهم القراءة لأنهم في أمصارهم كانوا هم القائمين على قراءة تلك البلدة. جميل. مثلا قراءة أهل المدينة، كل أهل المدينة يقرؤونها، لكن الناس يأتون من الآفاق يتعلموا قراءة أهل المدينة من
من الإمام أبي جعفر أو إلى نافع شيخهم. نعم إلى نافع أو إلى الإمام أبي جعفر وإلى من تتلمذ عليهم من هؤلاء. وكذلك بالنسبة لقراءة أهل مكة، أهل مكة يقرؤون بها كلهم، وفي مصحف كان مخصص لهم أرسل إليهم سيدنا عثمان رضي الله عنه لكل مسلم من الأمصار، وأرسل معهم واحد من الصحابة يقرأ بما في هذا المصحف، فأهل المنطقة. ولكن نسبت هذه القراءة إلى هؤلاء، فينبغي أن نعلم أن هؤلاء ليسوا من الصحابة وإنما كانوا فيما بعد الصحابة. وأظن وليس لهم دخل في القراءة، ما هم إلا ناقلين. نعم نعم ما شاء الله. وأظن أن الذي اختلف في تابعيته هو الإمام ابن عامر. ابن عامر هل هو تابعي؟ نعم من كبار التابعين. بس هذه إضافة فقط، هذه يعني الإضاءات الجميلة على معنى القراءة ما يتعلق بالقراءة. نعم. فتح الله عليكم، بارك الله فيكم وزادكم. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى المتسابق الخامس معنا في هذه الحلقة والمتسابق الأخير من مصر، علاء الدين حمزة مغازي حنطور. نستمع لتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئن أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. أفما نحن بميتين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين.
صدق الله العظيم. شكرا لقارئنا من مصر علاء الدين حمزة مغازي الشيخ عبد الرشيد. والله هذه ملاحظاتك. هذه هي الحلقة ليس كذلك؟ آخر واحد. آخر نعم لا هذا الأخير. ما أملك إلا أن أقول هذا مشك الختام. ما شاء الله ما شاء الله. قراءة جميلة وصوت جميل وحبال يعني ملائكية ومع ذلك أحكام مضبوطة ما شاء الله. يعني ليته فقط يعني راعى الهمسة في إذا متنا في التاء، ما عدا ذلك أنا ما استطعت أن ألحظ عليه أي شيء فتح الله عليه. أمتعنا على الدين. لو في حاجة هتكلم أنا أعرف منذ أن رأيت الأسارير على وجهك وأنا عرفتها ما شاء الله عليك. جزاه الله خير. يفرح شيخ أحمد لما يعني يسمع مثل هذه التلاوة العطرة والله يعني أعرف في وجهه. الله يبارك فيك شيخ أحمد. إذا ننتظر منكم تقييم. التقييم لازم. تقييم علاء الدين حمزة من مصر. وأيضا ننتظر لجنات الأداء الصوتي في تقييمهم للقارئ علاء الدين من مصر. تم الانتهاء من تقييم لجنة الأداء الصوتي. أما التجويد فنحن في الانتظار. توكلنا على الحي. ما شاء الله. إذن تم الانتهاء من التقييم. مشاهدينا الكرام هذا هو كان القارئ الأخير معنا في هذه الحلقة، لكن من يا ترى من هؤلاء القراء سيتأهل للمرحلة القادمة؟ كونوا بالقرب. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حياكم الله مشاهدينا الكرام مع جائزة كتارة لتلاوة القرآن. وصلنا إلى مسك الختام في هذه الحلقة لنتعرف من هؤلاء القراء الذين شاركوكم بأصواتهم سيتأهل معنا القارئ المتميز فيهم في هذه الحلقة إلى المرحلة القادمة. شاركونا من مصر والفلبين وموريتانيا والمغرب والعراق علاء الدين حمزة وأحمد محمد نذير وأحمد الياس وحمزة منجد وجلال يوسف حسين. حصل على المركز الخامس معنا في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام. المركز الخامس أحمد الياس من موريتانيا، الرابع حمزة منجد من المغرب، أما الثالث فجلال يوسف من العراق، أما الثاني أحمد أصغر من الفلبين، والأول الذي سيتأهل معنا المرحلة القادمة علاء الدين حنطور من مصر. مبارك علاء الدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نترككم في رعاية الله وأمنه، دمتم دائما بسلامة وعافية. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.